السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله اليوم التاسع للدورة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، الفراخ معانا يعني كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله. فراخ ما شاء الله حلوة يا جماعة، وبسم الله ما شاء الله الدورة دي جاية معايا زي الصاروخ. أنا حطاهم النهاردة اهوت في الأوضة، والشمس حلوة والفراخ مفرفشة، وأنت بقى بنزلهم على الأرض. كنت الاول حبسهم في قلب الحضانه، هما دلوقتي يا جماعه بسم الله ما شاء الله ما عادوش محتاجين الحضانه. الحضانه دي بقى ممكن احطها لهم بالليل إيه لما اجي بيتهم ولا حاجه، او ممكن بقى يعني اسيبهم واركب لهم لمبه واسيبهم بقى في الاوضه زي ما انتم شايفين كده، يعني على حسب بقى. بس هي الاوضه يعني لغايه دلوقتي انا لسه ما عملتلهاش اي حاجه إيه، وطبعا انتوا عارفين ان الجو بيبرد بالليل، هو بس مجرد ان انا اعمل لها صاج واركب لها لمبه هسيبهم بقى، لان طبعا زي ما انتم شايفين إيه الاوضه مليانه نشاره، يعني الفرخ بقى لا هيوسخ مكانه ولا هيعمل اي حاجه، ولا هتبقى الفرشه مبلوله تحته، ولا مكان يعني المكان بتاعه محكم ولا حاجه. لا هو كده الشمس والهواء ما شاء الله بيطهروا المكان اول باول. يعني لو انتوا لاحظين كده دلوقتي هتبصوا تلاقي بسم الله ما شاء الله النشاره نشفت تحتهم، والمكان نضيف وحلو قوي. وعشان كده يا جماعه الدوره كده ديت بسم الله ما شاء الله ماشيه معايا حلو قوي. طبعا من اول اللي حطينا دواء استقبال ولا حطينا اي حاجه، هي كده ماشيه يعني بالاعشاب الطبيعيه، حاجات طبيعيه كلها، يعني يعتبر علاج طبيعي يعني بمعنى اصح. احنا النهارده برضو هنعمل مكون حلو قوي للفراخ، هنعمل حاجه كده يعني ايه حلوه للاسهالات، لان انا عايز الفرخ يا جماعه يمشي معايا حلو، ان طبعا الفرخ طالما مشي معاكي من بدايه حلو اضمن ان الفرخ دوت هيبقى حلو بسم الله ما شاء الله، وهيبيض معاكي بدري، هيمشي معاكي بقى زي الصاروخ كده وهيبيض معاكي بدري. إيه انا عامله مكونين اتنين كده على الاكل، وبرده هنحط مكون كويس جدا على الميه. المكون ده يا جماعه يخلي الفرخ بسم الله ما شاء الله يشيل معاكي وزن حلو قوي، وبرده منه يعني يعتبر كده حاجه علاجيه حلوة قوي للبرد، وكويس جدا يا جماعه المشاكل المعويه، وحلو بيخلي الفرخ يمشي معاكي خلاف العناصر بقى اللي هي ايه الفيتامينات اللي فيه، خلي الفرخ ما شاء الله هيمشي معاكي ويفرفش كده ويبقى حلو. لا في فرخ بقى لا كاشش ولا فرخ عنده اسهال ولا اي حاجه. انا بحط العلف وبستنى كده شويه قدام الفرخ اشوف لو في حاجه كاشه او في حاجه عندها اسهالات بعرف، مش بحط الاكل كده وبنزل وخلاص. لا اللي عايز يا جماعه يربي تربيه سليمه يعمل كل اللي احنا بنقول عليه دوت. طبعا الاوضه ما شاء الله نصها ظل ونصها شمس، وبسيب الفراخ بقى لا بسلط عليها الشمس على طول ولا الظل على طول، لا هو الفرخ كده بطبيعته وما بيحب يعني ينام في الشمس كده بينام، اما بيلاقي الشمس حاميه كده يعني بيروح في الظل. هي مست الاوضه كده حلوه نصها ظل ونصها شمس، علشان كده تبص تلاقي الفرخ ما شاء الله كل ما الفرخ بقى يجري ويزهزه كده تبص تلاقي ما شاء الله يوم جه معاكي بيومين. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه ده اول مكون احنا هنحطه، ده طبعا الكمون. هنحط حاجه كده على قد العلف مش هكتر، ده تاني مكون طبعا اللي احنا هنحطه الكزبره. تمام كمون وكزبره هيخلي الفرخ معاكي ما شاء الله لا تقولي بقى اسهالات ولا اي حاجه، حاجه كده طبيعيه. برضو يا جماعه الكزبره يعتبر ماده قابله، كمون وكزبره بسم الله ما شاء الله بيخلي الفراخ عندك ماشيه حلوه قوي، لا تقولي بقى لا مشاكل معويه ولا اسهالات ولا اي حاجه، هنمشي على كده على طول. الفراخ عندها برضو هنحط له، ما عندهاش هنحط كده حاجه كوقار. لو انت استمرت على كده على طول إيه كل يوم تحطي مكون، او يا دوبك ممكن تحطي اي خلطه احنا بنعملها اعملها له مرتين او ثلاثه في الاسبوع، تخلي الفراخ عندك ما شاء الله ماشيه كويس قوي. الناس اللي هتقولي طب انت مش هيبقى كل يوم بتعملي خلطه، انا يا جماعه بعمل الخلطه يعني اللي المتوفر عندك اعمليه، انا بعمل خلطه عشان انت ممكن ما يكونش عندك الخلطه اللي انا عملتها دي تمشي على الخلطه التانية، يعني مش شرط ان انت تجيبي جميع الاعشاب وتحطيها، لا اللي موجود عندك يعني انا بديك يعني كميه خلطات انت ممكن تمشي عليها، حابه تمشي زي ما انا بمشي كده كل يوم ماشي، حابه تعملي كل خلطه تعمليها يومين او ثلاثه في الاسبوع ما فيش اي مشكله خالص، كل الخلطات اللي احنا بنعملها حلوه يعني وزي الفل، بتخلي الفرخ ما شاء الله يكبر معاكي بدري وبيزود كمان الحجم بتاعه، خلي الفراخ تبيض معاكي قبل اوانها، وهتشوف ان شاء الله في الدوره دي. تمام تعالوا بقى كده يا جماعه هنشوف برضو هنحط ايه النهارده اللي مكون حلو قوي، هنحطه على الميه يخلي الفرخ بقى كده بسم الله ما شاء الله يشيل معاكي وزن حلو قوي، منه علاجيه ومنها ايه
يعني حاجه كده بتزود حجم الفرخ معاك، فيتامينات طبيعيه كده. شوفوا بقى، مجرد ان الفراخ بتشم ريحه الكمون والكزبره يا جماعه، تبص تلاقوهم اتلموا كلهم على الاكل. الحاجات ديت بتجذب الفرخ حتى لو الفرخ مش جعان، بص تلاقيه برضو الريحه الحلوه ديت بتجذبه ان هو ياكل. تعالوا بقى كده يا جماعه، يلا نشوف هنحط ايه النهارده كده للفراخ على الميه. طبعا زي ما انتم شايفين الكوبايه ديت، الكوبايه ديت فيها شمر، عارفين الشمر؟ طبعا بيجي من عند العطار. الشمر ده يا جماعه ده من افضل واحسن الحاجات اللي انت تحطها للطيور اللي عندك على طول. جيبي كده ب5 جنيه وسيبهم عندك طول الدوره. حاولي ان انت تعملي ايه يعني، مره مرتين في الاسبوع، هيخلي الفراخ. جربها كده وان شاء الله هتدعي لي. الريتل عندك هتحطها كده عليها يعني 10 سنتي 15 سنتي على حسب. انا حطيت كده بقين حلوين قوي للفراخ، طبعا ما عنديش سرنج يعني حطيت ايه بالبركه كده، يعني حتى لو زودنا شويه مش هتضر يعني ولا حاجه، هي يعني مش حاجه كده يعني، لا لو حتى انت زودت يعني شويه كده مش هتضر. ده يعني جربي كده ان انت تحطيها يعني حوالي نص الكوبايه كده. انا حطيتها للفراخ. النص التاني ان شاء الله هسيبها لهم برضو بكره باذن الله، هحطها لهم كده على الريق. هتخلي الفرخ عندك ما شاء الله. لا هنقول بقى لفرخ الكاشي شويه تعبان ولا اي حاجه، وانسي التعب وانسي الكشاشين والحاجات دي كلها مع الخلطات اللي احنا بنعملها دي. قبل كده عملنا ايه؟ عملنا الثوم مع الزعتر، ما شاء الله حاجه كده زي الفل. الثوم والزعتر يا جماعه الخلطه بتاعت امبارح ده لهم سحر رهيب كده لوحدهم في علاج الطيور عندك، وكمان بتخلي الطيور بتشيل معاكي وزن، بتشيل معاكي لحم بمعنى اصح كده. دي بصراحه يا جماعه عن تجربه وخبره ودراسه، يعني يمكن دكاتره هم اللي يعني قايلين عن الوصفه دي. ده بسم الله ما شاء الله حاجه كده بتخلي الفرخ. الثوم طبعا كلنا عارفين فوائده، الثوم حاجه كده مضادات حيويه، الزعتر حلو قوي بيخلي الفرخ ما شاء الله بيشيل معاكي وزن حلو قوي. جربيه، جربيه مع الفراخ البيضاء وجربيه مع الفراخ البلدي بجد والله يا جماعه. اللي هيجربه هيدعي لي اعملها كده، بس حاولوا علشان الفراخ لسه صغيره ما تكتروش. الثوم حاولي ان انت تعملي بس ايه يعني فصين بس كده على قد الفراخ. انا يمكن كنت مزوده شويه علشان يعني الفراخ عندي كنت هحط منها للفراخ ديت والفراخ دي، تمام. الخلطات ديت بتبقى من احسن واروع الخلطات، احسن بقى من الادويه. انسي بقى حاجه اسمها ادويه خالص، الادويه ديت يمكن للضروره لو احتاجناها او يعني تبقى علشان الضروره. عزنا مضاد حيوي، عندنا مضاد حيوي طبيعي هنعمله عندك، اي حبوب اي علاج مضاد حيوي ممكن تحط منه للطيور عندك، تمام يا جماعه. ان شاء الله برضو باذن الله هنصوركم برضو اليوم الهاشر علشان يبقى احنا كل يوم بنصور الدوره باذن الله. استنونا بكره في الحلقه الجايه وشوفوا بقى ولاحظوا معايا الفراخ وهي بتكبر يوم ويوم. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تحطوا لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.